دعائي نصف شعبان المعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.